السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد. جيتكم مقطع خفيف يا اخوان، استفدت كثير منه، اللي هو في تطوير المهارات او السكيل بوينت. جيت الى هذا المكان تشوفونه في الخريطة، قريب من هذه المزرعة، مزرعة اليقطين واضحة في منطقة ترينيتي، وعندك الثلاث جدران هذه. المكان ما يضيع، اول ما تيجي هنا بتشوف هذه الثلاث جدران. كل اللي عليك تسويه يا عزيزي، شوف على فوق على اليمين هذا الازرق اللي يزيد، النطة الثالثة تحاول انك تطولها شوي، يعني تم ضاغط بحيث انه ينط مكان ابعد، وهنا عادي ضغطات خفيفة، نطة عادية ونطة عادية. شوف كيف السكيل بوينت على السريع يجيب لك التقدم مستوى الباركور، فبالتالي بتحصل نقاط مهارة، ولو تركز على هذا المكان ممكن انك تخلصه، تجيب البوينت بسرعة. ليش انا غلطت؟ شوف نطة خفيفة، نطة خفيفة، والنطة الثالثة ترجع، نطة خفيفة، نطة خفيفة، وكذا ممكن انك تكون اسرع مني وتجلس تفرفر في هذا المكان. ممكن تحصل يعني في الماب اماكن زي هذه، يعني مش حصرا على هذا المكان، ومنها تطور المهارات بسرعة عندك. فانا صراحة استفدت من هذا المكان، شوف على طول جبت نقاط باركور. اذا في مكان اسرع وافضل ياريت ترسل لي المكان في تيك توك او في انستغرام، بتحصل حساباتي تحت، ارسل لي صورة من المكان ونستفيد مع بعض. طبعا انصح انك تستخدم نقاط الباركور في الهبوط رشيق مثلا، وبعدين القفز البعيد. القفز البعيد بعدين هذا تستفيد منه في انك تجمع نقاط الباركور في اماكن افضل. وبس هذه كانت نصيحة اليوم يا اخوان، لا تنسون اللايك وخذوا لفعة على القناة لعل تجدون اللي يناسبكم. نلعب فيفا والعاب المحاكاة، شرفوني باشتراككم ونشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.